كما قلت فهد الطلياني هذا أنطوني قلت لي واحد يد مساعدة إنسانية. فواحد النهار قال لي يا محمد جيب لي واحد التصويرة ديالك، صورة شمسية. أنا ما سولتوش أش بغاها ولا، لأن لا أضع أسئلة. وأنا قال لي جيب تصويرة، قلت لي صافي غنجيبها لك. في الوقت الغد بداك الليلة فاش قلت له شحال هذا بغا التصويرة، واش غيصايب لي شي باسبور مزور، واش غيصايب لي شي حاجة، ما عرفت. لأنه كان هو بارع في التصوير، كان من الناس البارعين في التصوير، واحد واعر واعر واعر، واحد السيد واعر. فقلت له شحال صايب لي هذا. فاش فعلا الغد اللي جبت له التصويرة قال لي واحد 3 أيام ورجع عندي وعطاني ثاني شي سلعه باش نبيعها، وسميت كيما بعدا، لان كل نهار كيعطيني شي حاجه، كل نهار كيعطيني شي حاجه نبيعها وسميتو، ونجيب ليها سميتو رزقو ودي انا رزقي. ف عيط عليا قال لي اجي. مشيت عندهم مع المقهى فين كيريح، كنعرفو دائما، لان في روتردام كاينه واحد المنطقه نسميها بأسميتو مثلث برمودا، حنا البحارة كنسميوها بمثلث برمودا. واحد المنطقة فيها كل ما فيها حي على قدو، في غير البحارة، وفيها أسميتو الناس الخارجين على القانون، خارجين على القانون، صحاب المخدرات، صحاب تزوير، صحاب سميتو، هما اللي كاين في ذاك المنطقة. وذاك المنطقة اللي دخل بها الله ينجيو، صافي الله يخرجو بخير. وحنا كان هذا اسم طلقنا عليها غير حنا، مثلث برمودا، وهي قريبة للمنطقة فاش سميتو، فاش كاين دار البحارة ستيلاماريس، وهي مشهورة في العالم كله. ستيلاماريس في روتردام مشهورة، وانت تما كيتجمعوا كل البحاره. فعيط عليا داك السيد، مشيت عطاني واحد البطاقه ملي مكتوبه بالانجليزيه والهولنديه، مكتوبه بالانجليزيه والهولنديه، ومن منظمه عالميه. اشنا هي؟ خوكم رجع زنزوم. وانا في الكتاب سميتها بطاقة الصمت، لان الصمت كينفع بعض المرات، الانسان ما بقى غير يهضر، يجمع لسانه شي شويه. فهاد البطاقه قلت له قال لي راه غتحتاجها شي نهار، قال هو قالها لي، قال لي راه شي نهار غتحتاج هادي، غير خليها عندك. من 3 ايام كنت في واحد المكان في ديك سميتها في مثلث برمودا كما نسميه، وهذا المثلث دائما الشرطة عينهم مطلوقة، البوليس السري وسميت ديما عينهم مطلوقين على هذا الحي هذا. فكنت في واحد المكان، جاب الله ذاك النهار كنت بوحدي، دخلوا البوليس على غفلة. ملي دخلوا بداو، كان غتكون شي 50 نفر غتكون في وسط ذاك المحل. دخلوا سميتو دار واحد سميتو ان كونترول سميتو دبابي، فكيشوفو واش جبد الباسبور ديالك. جبد. انا قبل ما يوصلوني قلت اليوم داك الشيء، واقيلا داك الشيء اللي قال لي داك السيد غنجبدها اليوم. وصلوني وانا نجبد ديك البيت قلعه شفتها اليوم، وبديت كنهضر بالاشاره. بديت كنهضر غير بالاشاره، ما علمني هو شي اشاره تعلمهم ليا. بديت كنهضر بالاشاره سميتو، الاشاره شافوا فيها التشافو، قال لي سير الله، قال لي قدام مساك الله يكثر خيرهم. ومن بعد ديك البطاقه كذلك، لان هناك في وسائل النقل كالترام ولا الباص ولا التران، بلجيكا باش نهول لبلجيكا دائما كنهول بربع ثمن ولا قل ثمن، لان دوك سميتو المعاقين وسميتو كان عندهم واحد التخفيض.